كتيره قوي بتغفل المخاطر او المشاكل الصحيه اللي جايه من ورا السم. جراحه السم ما تنفعش فوق سن ال 60 سنه وما تنفعش اقل من 18 سنه. اللي بيحكمنا اول حاجه حاله المريض الجسمانيه. دايما دور على اصل المشكله وما تمسكش في الفرعيات وما تضحكش على نفسك. فكره ان نزول الوزن في حد ذاته هو اللي بيوصلني لتحسين السكر. الاستاذ الدكتور احمد نبيل الحوفي استشاري جراحات السمنه المفرطه والسكر، مدرس الجراحه العامه وجراحات المناظير والاورام وجراحات السمنه المفرطه، كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه المفرطه والسكر IFSO، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر والمناظير. اهلا بيكم. وانا قاعد مع مريض من مرضى السمنه مره قال لي جمله قلقتني جدا واستغربت منها جدا، وبدات اسال بقى يعني كل ما اقابل يعني مجموعه من مرضى من السمنه او مجموعه يعني من اللي انا اراهم 130 كيلو 140 كيلو 120 كيلو ابدا بقى افتح معاهم في الكلام عشان افهم دماغهم فيها ايه. اكتشفت حاجه غريبه جدا، انه كتير من مرضى السمنه ما عندهمش اعتقاد ان هم سمان بالشكل المبالغ فيه. كتير من مرضى السمنة عندهم اعتقاد يبقى 130 كيلو ويقول لك جملة، الجملة دي تخليني اقف قدامه كده وراجل عقلاني وراجل يعني مثقف جدا، يقول لك انا مشكلتي البطن الكرش. فاقول له انت 130 كيلو يعني خلينا واقعيين، ما تقوليش الكرش. الكرش ده جزء من السمنة، انت عشان بس شايفه قدامك في المراية، لكن انت مش شايف اجزاء تانية مش هتعرف تشوفها في المراية، يعني ظهرك كله الجزء الخلفي كله من جسمك هو بيحمل دهون. إيه من الصعب جدا ان احنا نتوقع تفكير كثير من مرضى السمنة، وخصوصا عندما يتعرضوا لضغوط عصبية، وخصوصا برضو في ظل عالم تسيطر عليه الان السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا عملت مشكلة جامدة جدا، ودي على اطلاع السينما المصرية بس كده نقدر نقول زي يعني من على وش المشكلة، ما دخلتش في قلب المشكلة، انه كتير من مرضى السمنة المفرطة بيعيشوا حياة خيالية. تجيب البنت عندها سمنة مفرطة تجيب صور حلوة الممثلة حلوة او حتى واحدة فجأة يعني بنت حلوة من الفيسبوك تنقيها وتحطها على انها صورتها وتبدأ تكلم الناس على انها هي دي. ده حالة نفسية بقى. هنا دخلنا احنا في اطار كمان غير المشكلة العضوية، هي اصبحت مشكلة نفسية. هيكون ده مضمون مهم قوي في حواري النهاردة، وخصوصا ان انا هطرح على ضيفي سؤال مهم، هل السمنة المفرطة كلمة واحدة ولا جوه الكلمة محشي زي ما الفنان العظيم الراحل الله يرحمه استاذنا استاذ محمود عبد العزيز كان بيقول هي الحكاية محشية ايه؟ فيلم جاله الوحوش قال له هي الحكاية محشية ايه؟ كان بيقول الفنان الرائع الكبير استاذ نور الشريف رحمهم الله هي القصه محشيه ايه؟ فانا هسال ضيف هي القصه محشيه ايه؟ هي السمنه المفرطه اللي جواها ايه؟ لما نفتح هذا الملف الكبير هتلاقي الحوار مثير جدا مع ضيفي، بيعجبني جدا في حوار، بيسعدني جدا بعلمه وبهدوءه، لان راح متميز وقدير وماهر ما شاء الله استاذ دكتور احمد نبيل. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتني وشرفت الناس الحلوه. ربنا يبارك في حضرتك. قبل ما ادخل، هي القصه محشيه ايه؟ قصة وحشة كتير. طيب هو ليه احنا بنقول السمنة هي مش مجرد كلمة وخلاص؟ لأن يعني زي ما كلنا خلاص بقى عندنا قناعة تامة إن السمنة دي مرض. يعني إيه مرض؟ يعني هي مش شكل جمالي أو مش منظر بطل بيه على الناس أو كده، لا هي حاجة بتشيل في طياتها الكثير والكثير من الأمراض. فيها شق منها نفسي، فيها شق منها عضوي، فيها شق منها يعني بينتج عنه تبعات بعد كده على المدى الطويل. لو جينا على الجانب النفسي طبعا حدث ولا حرج، واحده زي ما حضرتك قلت كده مليانه بتتهرب من شكلها ده وتحاول تظهر بصوره تانية، واحده بيتاخر عندها سن الجواز بسبب شكلها، واحده بيجي لها مشاكل صحيه تخليها نفسيا بعد كده مش كويسه، حمل يتاثر، انجاب يتاثر، ده الشق النفسي، مواصلات مش عارف يلبس كويس، مش عارف يعيش كويس، كل الحاجات دي جوانب نفسيه يعني بتسيطر على يعني على حياه المريض اللي عنده سن مفرطه.
ده الشق النفسي. الشق العضوي ده بقى حدث ولا حرك فيه، امراض يعني لو قعدنا نعدد فيها يعني اختلفت الاقاويل زي ما بيقولوا، بس بنتكلم في امراض يعني تفوق حوالي 50 مرض. من امراض بقى بتشمل القلب وعضله القلب والضغط والسكر ومشاكل على الكبد وزياده نسبه الاورام في الجسم ومشاكل عضويه ومشاكل لو لاي سبب كان انت اضطر تعمل جراحه وكده، معرض ان يحصل لك كذا وكذا وكذا وغلطات. يعني امراض لو قعدنا نحاول نحكي فيها مش هنفضل لها حلقات، هنحتاج سلسله من الحلقات عشان نتكلم عن الامراض اللي ممكن تنتج عن السمنه. وبالتالي فهو زي ما حضرتك قلتها كده، هو ليه حواشي او يعني مرض لا يعني لا يقتصر في كلمه سمنه ومفرطه، هو يعني لو هنفرد له لا هنفرد له الكثير والكثير. هنفرد له الكثير والكثير. بالظبط. طيب خلينا نبدا حوارنا في الكثير والكثير في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تقول الكتب الطبيه الان ان السمنه المفرطه هي عباره عن غلاف ل 47 الى بعض الكتب كتبت لغايه 52 مرض ما بين عضوي ونفسي ابيض طبعا. ابيض طبعا. ابيض طبعا. ليه ابيض؟ لان زي ما قلنا كده هي القصه مش قصه سمنه وبس. اول حاجه لازم نعرف ان السمنه هي تاني سبب على مستوى العالم بعد التدخين في نسب حدوث الوفاه بسبب حاجه، يعني second cause of this internationally هو السمنه المفرطه. وده يدينا ناقوس خطر ان الناس تبقى فاهمه ان انت عمرك وصحتك بينقص بسبب السمنه. لو هنقعد بقى نتكلم عن المشاكل الصحيه لو هنمسكهم كده حاجه حاجه، نبتدي من اول ضغط وارتفاع ضغط الدم وزياده الكوليسترول في الدم، مشاكل القلب وما يترتب عنها من جلطات ممكن توصل لعضله القلب. لو ده الشق بس اللي يخص قصه القلب. وطبعا حضرتك متخيل ان واحد عنده جسمه مثلا 150 او 200 كيلو، عضله القلب دي ازاي بتحارب عشان تضخ الدم؟ مش هتعرف تغذي كل الجسم ده، وبالتالي بالتبعيه بتضطر ترفع الضغط. ورفع الضغط ده يا ريته بيأثر على قلبه وبس، ده احنا كده بقى بنروح ناحيه الكلى ونخش في القصه بتاعت الرينين انجيوتنسن سيستم، ونخش في قصه ان ازاي التغيرات الهرمونيه والانزيميه اللي بتحصل على الكلى وازاي يحمل ده على الكلى، ده غير ان السمنه نفسها بتؤدي الى نوع من تصلب الشرايين فبيعمل قصور في عضله في الشرايين اللي رايحه للكلى نفسها، هتأثر لك على وظائف الكلى بتاعتك. مريض السمنه المفرطه عنده زياده في نسبه الكوليسترول في الدم، فده بيديله فرصه ان هو يكون حصوات على المراره. التليف الكبدي اللي بيحصل عند مرضى السمنه المفرطه واللي قد ينتج عنه تليف في الكبد، وبعد كده ممكن نخش بقى في قصه الاورام اللي بتطلع على الكبد. صعوبات التنفس، معظم مرضى السمنه المفرطه عندهم صعوبات في التنفس وبيجي لهم صعوبات قبل ما ييجوا يناموا، سوري وقت النوم بيجي لهم حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا، او اللي هو بيبقى هو نايم يقوم مفزوع وكانه حاسس انه بيغرق. غير بقى يعني امراض كتير كتير احنا لو قعدنا نعدد مش هنعدي. السكر طبعا، ودي حاجه دي بقى دي قصه ثانيه منفصله خالص، وازاي ان السكر ده بيأثر على الاعصاب الطرفيه وبيأثر على نظرنا وبيأثر على الكلى، وهيدخلنا بقى في قصه الميتابوليك سندروم او متلازمه الايض، وازاي ان ده يعني قصدي احنا لو قعدنا نتكلم هنفرد حلقات كتير قوي للقصه دي. انت كمريض لازم تبقى فاهم ان طول ما انت عندك سمنه مفرطه انت معرض لكل دايره الامراض اللي احنا بنتكلم فيها وغيرها كتير وكتير. ده غير طبعا المشاكل الجنسيه وتاثيرها على الانجاب وتاثيرها على الحياه الزوجيه نفسها. لا يا جماعه الموضوع كبير، يعني القصه مش قصه كلمه تختزل في كلمتين سمنه ومفرطه، لا طبعا اكبر من كده بكتير. السؤال ده مهم جدا، من اهم واصعب الخطوات في علاج السمنه المفرطه اوريدي ان احنا نقنع المريض او المريض يقتنع ان هو فعلا عنده سمنه مفرطه، ان هو سمين. بالظبط. دايما دايما طبعا ابيض. دايما المريض لما بيجي لي بقول له انت حط حياتك دي على ميزان، ميزان بيقارن وزنك العالي دلوقتي بكل المشاكل الصحيه اللي احنا قلناها، وميزان تاني انت هتعمل عمليه قد يكون لها الريسك بتاعها وقد يكون لها المخاطر بتاعتها. بس تاني بقول للمريض دايما كده، لو مخاطر اي اجراء تداخلي انت بتعمله واحد قصاده 100 سبب تاني يزقك اكتر عن انك تغامر وتاخد الخطوه دي وتبعد عن ال 100 خطر اللي انت مش ضامن هم هيجوا لك امتى ولا ازاي ولا عارف هتبقى حلهم ايه. اقل ده يعني التدخل الجراحي اللي احنا عارفين حدوده ايه واوله ايه واخره ايه، انما المشاكل الصحيه اللي انت ممكن تنتج عن السنه دي لا عمرك هتعرف بدايتها امتى ولا هتعرف تعملها كنترول. وما تقنعنيش ان اي دواء او اي علاج غير التدخل اللي احنا هنعمله ده قد ينتج عنه ان انت حالتك تتحسن. كلها هتبقى زي ما نقول ايه مسكنات للحاله اللي عندك.
السؤال اللي جاي ده مهم برضه جدا وهقوله لك زي ما خطر في دماغي. الان لا يوجد مريض يعاني من سمنه مفرطه ولا يعاني من السكر او لا يشتبه في انه هيجي له سكر. كلام صحيح. ده ابيض. ابيض طبعا. كلام مخيف. ليه؟ دلوقتي هو ايه مشكله السكر مع السمنه؟ او ليه دايما مرضى السمنه اغلب الوقت بيبقى عندهم سكر؟ احنا عندنا مشكلتين، المشكله الاولانيه ان احنا كل الخلايا اللي بيبقى فيها نسبه دهون عاليه دي للاسف هي بيتكون عليها موجود على طرف الخلايا دي حاجه اسمها مستقبلات او ريسبتورز. مشكله كل مرضى السمنه ان الخلايا دي الريسبتورز او المستقبلات اللي على الخلايا دي بتبقى مضاده للانسولين. يعني سوري يعني عشان ابسطها للساده المشاهدين، كان حضرتك جبت طفل وقفلت الخليه، طول ما فيها الخليه دي فيها دهون، طول ما القفل ده مقفول او بتتخلص من الدهون اللوك ده يتفتح ويبتدي يتعامل مع الانسولين وبالتالي يقدر يتعامل مع السكر اللي في الدم. وبالتالي كل مرضى السمنه المفرطه معرضين بنسبه عاليه جدا يجي لهم سكر اللي هو من النوع الثاني. ليه احنا بنقول النوع الثاني؟ لان حتى لو عندك انسولين والبنكرياس بيطلع انسولين فانت الخليه مش قادره تتعامل معاه، بتقاوم. خلاص. فدي مؤشر مرعب جدا، لان انت ازاي انت كواحد عندك صحتك تامه وكويسه وتبقى ببساطه قصه ان انت عندك سكر سوري عندك سمنه مفرطه هو ده اللي بيواجه بعنف قصه ان الانسولين اللي هو ربنا خلقه كمنظم طبيعي نسبه الجلوكوز في الدم مش عارف يشتغل، مش عارف يتعامل معي. ويبتدي بقى ناخد علاج للسكر. طب وليه؟ ما احنا نحل المشكله من اساسها. السمنة المفرطة خطورتها الكبرى الآن أو من ضمن مخاطرها الكبرى إصابة شرايين القلب بتصلب وبالتالي ذبحات صدرية، ارتفاع الدهون ومشاكل الدهون. كلام أبيض طبعا. أبيض طبعا. يمكن يعني من أكتر المرضى اللي بيصابوا بجلطات وذبحة صدرية والكلام ده بيبقوا معظمهم عندهم سمنة مفرطة ومعرضين بقى لجراحات القلب المفتوح والأثر على القلب وما تبعتها، وان يضطر يمشي على فترات طويلة من حياته على أدوية سيولة والمعاناة بقى مع انه يظبط تحليل السيولة بتاعه. طب ما هو هي القصة ابتدت منين؟ ابتدت من وزن زايد، زود نسبة الكوليسترول اللي عندك في الدم فبدأ يحصل تصلب في الشرايين. أضف إلى ذلك إن زي ما قلنا كده وزن كبير قوي، القلب بيحاول إنه يقدر يضخ له دم عشان يقدر يغذي كل الأنسجة الهلامية دي زي ما بيقولوا، يعني إنه عايز يغذي 200 كيلو ولا 150 كيلو فقاعد بيضخ دم لكل الكمية دي، فطبعًا لازم الضغط هيعلى. ضغط زيادة مع كوليسترول زيادة حدث بقى ولا حرج، جلطات وذبحة صدرية وتصلب في الشرايين. وتصلب الشرايين مش في الدوره الدمويه بس، يعني اللي ريليتد للقلب، لكل عضو من عندك الشرايين اللي رايحه له فيها تصلب. وخد بقى على ده تبعاته، كلى هتتاثر، كبد هيتاثر، انسجه بتاعت الجسم كلها هتتاثر. فلا الموضوع يعني هي مش قصه بس ان ذبحات صدريه وبس، لا بكل تبعاتها طبعا، غير بقى الجلطات اللي بتيجي على المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم. طيب في المتهمين كتير، تعال نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ المريض اللي عمال يحط العمليتين اللي هو تكميم المعدة وتحويل المسار في ميزان، عمال يبص لهم كده مين أخطر من مين؟ ويقعد بقى يتفرج علينا عشان يعني إيه يكتب النهاردة كده في مذكراته، والله أنا النهاردة بقى 3-1 لتكميم المعدة، بكرة 2-0 لتحويل المسار، بعده أنا سمعت بقى حلقة لا كده يعني 6-1 لتكميم المعدة، أنت خد بالك؟ طبعًا كده إحنا بنماس على الناس بس. إيه بقى؟ ده متهم ولا جاني ولا بقى؟ ده غلبان. ده غلبان. طيب ما هو ده بس متهم يعني. متهم، هو متهم في حق نفسه يعني. عمال بيظلم في نفسه. اقول لك الموضوع ببساطه، اولا لو يعني هنقسمها لشقين، لو بالابحاث العلميه وبالكلام المثبت مفيش حاجه ليها برايورتي على حاجه في المخاطر. يعني نسب المخاطر اللي تنتج عن اي جراحه من جراحات السمنه تكاد تكون واحده. احنا اكتر هواجس بتخوف الناس ايه؟ النزيف، التسريب، مشاكل التخدير، الاثنين تقريبا ايكول. يعني ما بين سواء التكميم او التحويل المخاطر تقريبا ايكول. ونبهة بنتكلم في 1-2%، يعني حتى بنتكلم من عمليات السمنه دي نسب النجاح فيها بتوصل ل 98-99%، وده رقم عالي. يعني مفيش جراحه في الدنيا
نسب النجاح فيها بتوصل لنفعل. لان طبعا كمان لواحد بس لما اقول جراحه بتوصل للنجاح فيها ل 98 و99%، يعني حضرتك بنقول ان كل 100 عيان وارد ان عيان يحصل فيه مشكله. ده الكلام اللي على الورق. الكلام اللي على ارض الواقع ان النسب دي بتوصل لواحد لاتنين في الالف، يعني كل 1000 عيان لما ممكن عيان يحصل له اي حاجه مضاعفه. بالنسبه للسنه المشاهير ممكن يكون ده رقم ضئيل، بس بالنسبه لنا احنا كوصل جراحين سمنه لا طبعا، احنا الواحد ده بالنسبه لنا رقم كبير. ان واحد يحصل له مضاعفات في وسط 1000 عيان دي حاجه مرعبه جدا بالنسبه لنا. عشان كده دايما كل جراحين السمنه بيبقوا كوشس جدا واخدين حذرهم جدا ان هم ياخدوا كل الاحتياطات وكل وسائل الامان اللي تحمي العيان. طيب انت كمريض هتحط العمليتين في مقارنه، دي مقارنه غير منصفه. ليه مقارنه غير منصفه؟ لان كل عمليه فيهم ليها الانديكيشن بتاعها. ما ينفعش مريض يبقى عنده سكر من النوع الثاني وازقه زقه على تكميم. ما ينفعش واحد يبقى عنده ارتجاع في المريء او عنده مدمن سكريات واقول له روح اعمل تكميم. برضه بالمقابل ما يبقاش عندي شاب صغير عنده 17 18 سنه وعنده سمنه مفرطه او بنوته مثلا وكده ولسه مقبله على جواز و و و اقول لها لا يا تعملي تحويل يا لا. طب ما هو يا جماعه يعني ما هو كل حاجه وليها حاجه. ما يبقاش واحد انا عارف ان هو مش هيلتزم ان اقول له امشي على فيتامينز فترات طويله او كده كده وبعدين يروح هو جاي اقول له اعمل تكميم اعمل تحويل وبعد ما يعمل التحويل يبطل ياخد الادويه بتاعته و فبقى انا كده يبقى انا يعني واسيبه هو مع نفسه ويعيش حياته. لا طبعا كل حاجه وليها الانديكيشن بتاعها. ما فيش حاجه اسمها عمليه احسن من عمليه، في حاجه اسمها اختيار العمليه المناسبه للمريض المناسب مع الجراح المناسب في ظروف مادية. لما يتوفر الاربع حاجات دول يعني ايه؟ يعني مريض اخترنا له الجراحه اللي تناسبه، اللي عملها له حد متخصص في المجال ده في مكان تجهيزاته وامكانياته كويسه، ده يساوي ان احنا نعدي البر الامان او نوصل نتيجه كويسه. تكميم، تحويل مسار، كلاسيكي او مصغر، حاجه من الحاجات العمليات الثانيه مش عايز اتوه الساده المشاهدين زي السادي او الساسي او كل مريض وليه الاندكيشن بتاعه. اختيار عمليه صح مع جراح مناسب في توقيت صح في ظروف مواتيه هو ده اللي يديك النسب الامان عالي. مفيش حاجه احسن من حاجه. السؤال الجاي ده برضه سؤال خطير يعني. من يوافق مريض وينساق الى رغبته في اجراء عمليه هي مش مناسبه له؟ دي ضعف قدام ضغط المريض عليه. ده دي جريمه. لا دي جريمه. جريمه. ليه جريمه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، هو بس مشكلتنا في القصه دي شويه ان المرضى بقى عندهم من الوعي الكافي ان هو كمان ممكن يعني ما يقولش لحضرتك معلومه صحيحه. يعني ايه؟ تقول له انت بتحب السكريات يقعد يقول لك لا وانا لا ده انا السكريات دي حاجه بسيطه خالص يعني ده. وبعدين تيجي تتفاجئ مثلا تعمل له تكميم معده فيجي بعد كده يقعد يرجع ياكل سكريات يقول لك انا ما نزلتش. طب هو انت من الاول عارف انك انت مدمن سكريات. وده ليه بقوله؟ عشان برضو احنا يعني في وسطنا فكره ان انت تريح المريض على حساب، ما هو انت مش على حسابك انت، على حساب المريض نفسه. يعني انت كمريض لو اصريت انك تعمل تكميم وانت عندك شرط السكريات هتبقى جميل وهتنزل بعد العمليه وممكن وزنك يوصل لوزن مثالي. هنقعد بس نعدي سنه سنه ونص سنتين وبعدين ترجع انت على السكريات وتدمن السكريات والشوكولاته والكلام ده، وبعدين ترجع تزيد وزنك وترجع تقول لي طب انا وزني زدت. ما هو حبيبي عشان انت ما اخترتش جراحه مناسبه ليك من الاول. بس خلينا نروح معاك لبقى للمنطقه الثالثه، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ ضغط الدم مع زيادة وزن الجسم بيزيد زيادة طردية، كل ما يزيد الوزن يزيد الضغط. أكيد طبعا. يقين. حمل القلب بيحاول يضخ الدم لعدد لا نهائي من الكيلو من يعني من الكيلوجرامات. فتخيل بقى حضرتك انا بضخ يعني بتصورها دايما للعين اقول له ايه؟ اقول له كان انت كده في ارض زراعيه والمكنه بتاعت رفع الميه اللي بيرفعوا بيها ميه مثلا من مكان او كده. هو لو عايز يعني يضخ ميه لفدان زي لما يبقى عايز يضخ لخمسه فدان اكيد لا. هياخد عايز مكان اكبر. مكان اكبر هو اكبر وقدره طاقه اكبر. حلو بس حضرتك بقى تخيل ان ده بقى قلب انت عايش بيه من يوم ما تتولد لحد ما يبقى عندك 60 او 70 سنه. اكيد حي عند وقته وهيشتكي. السمنه تخلي هرمون الذكوره يقل وهرمون الانوثه يعلى في الرجاله. بالظبط. احنا زي ما قلنا بتحول التستوستيرون او هرمون الذكوره للاستروجين. يا لهوي. فلك انت تخيل ان انت شايف ان انت مفرط الرجوله وعندك هرمونات و اول ما وزنك يزيد كل اللي انت زاد عندك ده تحول لهرمون انوثه. يعني يا ريته حتى ما قال يعني يا ريته ما جاش. يعني ده جه وتحول لهرمون انوثه. فتخيل بقى يحصل بقى تسدي وتضخم في الثدي وتلاقي شكل الجسم نفسه بدا يتغير وتلاقي الراجل يقول لك انا شكلي يعني زي ما يكون واحده 6 مليون. ده غير طبعا تاثيره على الصحه الانجابيه نفسها. انت متخيل يعني ايه بقى واحد يعني
الهرمونات الذكوره عنده تحولت لهرمونات انوثه قد الخلع بقى شعر في اماكن غريبه وتوزيعه الشعر تبقى مش مظبوطه تخش في مدهات كده ملهاش معنى وكله في الاخر عشان ايه؟ عشان انت بتلخبط في الاكل ووزنك زي ويا سلام بقى لو بتلخبط في الاكل وبتاكل اكل فاست فود هو فيه هرمونات انوثه اساسا خلقه من غير اي حاجه يعني هو اساسا انت بقى جايب له هرمونات انوثه وزدت في الوزن فالذكوره تحولت انوثه فبقت كل متعبه فبتلاقي سمير قلب سوسن بشويه كده يعني حاجه مسخره طيب ده كلام كده خد منحنى تاني خالص ربنا يستر عليك نورتني واسعدتني الحقيقه حلقه علميه من الطراز الاول مضاعفات السمنه يا جماعه بحكايات مهمه وكل واحد وحكايته بس الغريبه بقى مش كل واحد وحكايته الحقيقه انه في السمنه المفرطه مفيش واحد بيسيب حاجه من اللي احنا قلناها دي يعني ما بتبقاش قصه من قصص يعني السمنه الغريبه الغرابه اللي فيها انها مجموعه من القصص ودائما ثابته دائما ثابته يعني بتلاقي مشاكل في العمود الفقري ومشاكل في القلب والضغط بيعلى والسكر موجود او جاي كله مع بعض وما بيسيبش ما بياخدش مش يعني مش لا ده هو بياخد كل الباكج هو باكج واضح انه ثابت للاسف فخلي بالكم السمنه وباء كارثي ضيفي العزيز الدكتور احمد نبيل نورتني وانا خليكم دايما مع الناس الحلوه.